بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب. بالنسبة للواجب الطلاب دام عندكم قلنا هي معادلة 26، كيف تحولت إلى 27؟ أول شيء الانتباه أنه هنا انتبه عندنا R T2 قلنا و R T1 ما بها إشكال. بالمناسبة R بالT2 انتبه فوقها هنا موجود مكتوب عندك هو عبارة عن B2 V2، هذا قانون أساسي. زين هاي علاقات مالتنا B في R T، ونفس الحالة الـ R بالT1 اللي هي هنا هي عبارة عن الـ R العفو البي 1 بالبي 1 اي تي الكاس. هاي ان شاء الله يعني واضحه جدا. هاي قلنا المعادله 27، شوف انتبه ردنا نلغي التي 2 ونلغي الفي 2 اني الغاهن. هاي الغاهن مو معناته اخليه صفر، يعني اخليهن بدلاله من هو البي 1 والبي 2. شوف المعادله تصير هنا انتبه بدلاله البي 1 والبي 2، هاي هنا بالضبط اني بدلاله البي 1 والبي 2. مو معناته اني اجي اعوض بالمعادله في 2 هنا أنا صفر لو اعوض تي 2 صفر، لا ما يصير هذا الكلام. على اساس قيمه الصفر جاي اقول لك ار يوجوالي انون ما معروفه، فمن اني اجي اشتغل حجي اخذ هاي المعادله مالتي، هاي المعادله مالتي واثبتها. طبعا احط في المعادله مثل دبليو بي 2 في 2 ناقص بي 1. شوف هسه هنا وموضح لك اياها بهذا الحل مالتنا. شوف الطرف الثاني في 2 بالفي 2 ناقصا بي 1 بالفي 1 على جاما ناقص 1. اللي انا راح اسويه انه شنو سحب اول شيء، شنو سحبنا؟ سحبنا هاي البي 1 بي 1 عامل مشترك طلعناها وهي جاما ناقص 1 بقت. فشي صار هذا بي 2 في 2 على بي 1 بي 1، حتى من اجي ادخله من جديد القوس ما يفرق ناقصا 1، لان انا عمليه رياضيه ما سوينا شيء. هنا هسه علاقه تشوف من عندي الفي 2 والبي 1 لازم الغيهن. منين الغيهن؟ من علاقات هنا ادياباتك، يعني علاقه تلغي البي 1 ويا الفي 1 بدات البي في 2 مو تقول هم بي في ار تي ما سويت شيء. فشو يكون عندك علاقات الاديابات؟ هاي عندنا اللي كتبناها هي 3 23 سي. هاي العلاقات اللي تذكر شفناها في فيديو سابق هي هاي. هاي العلاقات شباب ذني في حاله عندي ادياباتك، في حاله ادياباتك ام الجاما تشتغل عندنا. بي في ار تي هذا قانون عام ما ياثر عندنا، بي في ار تي ماشي عندنا، لكن هذا ادياباتك. لانه شنو ادياباتك؟ يعني لا تي هي ثابته ولا الفي ثابت ولا البي ثابت. ادياباتك دي كيو تساوي صفر، هاي الحاله اخذناها. فتجي هنا أنا. من تجي هنا اذا بي 1 في 1 يساوي بي 2 في 2، بالتالي في 2 على في 1 الاس طبعا جاما يساوي بي 1 على بي 2 معادله عاديه. اريد الفي 2 على الفي 1 هذا الجاما يروح للجهه الاخرى يصير 1 على جاما. هاي فاجي شوف اعوض بمكان هاي الفي 2 بقى انتبه لي بالضبط على الفي 1 اعوضها بي 1 على بي 2 الاس 1 على جاما. هذا بالضبط هذا التعويض. هاي هنا وين اودي؟ اودي لهنا اعوض بالضبط، هذا التعويض يكون عندي موجود هنا في المكان. بالتالي هاي بعد عندك مجرد عمليه تبسيط. هذا البي 2 هنا ايش قد اسه؟ 1. هنا ايش قد اسه؟ 1 على جاما، فصار 1 ناقصا 1 على جاما. وهذا البي 1 اسه 1 وهذا 1 على جاما ينزل جوه، فصار 1 ناقصا 1 على جاما. 1 ناقص 1 على جاما شباب هي متوحد المقامات، يصير جاما ناقص 1 على جاما. تطلع المعادله اللي عندنا. بالنسبه للتكمله مالتها يعني ما بيها بعد شيء. انت طلعت لك بي 1 في 1 هنا، شوف هاي شنو فرق المعادله هذا الجزء عن الجزء القبل اللي يساوي؟ هذا شنو فرقه؟ بالضبط بين قوسين نفسن، ثاني نفسن بالضبط ما بين اي مشكله هنا نفسن. هاي صارت ار تي 1، طبعا كل بي 1 بالفي 1 هو ار بالتي 1 بغض النظر عن النظام شنو عندي. هي بي 1 في 1 يساوي لنا ار تي 1، بي في ار تي يساوي لنا بي في يساوي لنا ار بالتي، بي 2 في 2 يساوي لنا ار بالتي 2، وهكذا بس الار هو ثابت. وهي بعد ما بي ماكو داعي تسوي اثباتات بذات التي او شيء، اذا بديتها من التي هم نفس الاسلوب تطلع هاي عندك المعادله وتقول ار تي 1. شوف هاي ار تي 1 هاي تطلعها تقول هي تساوي لي بي 1 بالفي 1 كيفك، او تبدي مثلا هسه هاي الطريقه اللي عندنا مطلوبه. الحمد لله رب العالمين.